تشهد الدرعية الليلة الحدث الرياضي الأكبر هذا العام على مستوى العالم بإقامة النزال التاريخي بين حامل اللقب الأمريكي أندي رويس جونيور ومنافسه البريطاني أنتوني جوشوا. ويحتضن ميدان الدرعية هذا النزال الذي شيد خصيصا لهذه المناسبة في وقت زمني قصير منذ 7 أكتوبر الماضي، وبمشاركة أكثر من 200 مهندس وخبير على مساحة تبلغ 10,000 متر مربع، وتتسع المدرجات 15,000 متفرج، فيما سيشرف على تنظيم هذا الحدث أكثر من 2000 موظف.